أعزائي المشاهدين، أهلا بكم مشاهدي قناة الصحة والجمال وبرنامجكم صوت الناشئين. زي ما تعودنا مع حضراتكم بنلتقي كل يوم ثلاثاء في تمام الساعة 10 مساء، زي ما اتفقنا وخدنا عهد على نفسنا إن برنامجنا بيناقش كل قضايا قطاعات الناشئين من اسكندرية لأسوان ومن مطروح لسيناء. هنتكلم بشكل حيادي عن كل قطاعات الناشئين، هنكون على مسافة واحدة من كل الأندية. طبعا يمكن احنا تعرضنا في الحلقات السابقه لمشكلات كتير جدا، هروب اللاعبين لانديه الخليج، واتكلمنا عن التسنين. يمكن النهارده هيكون يعني حوارنا وتكون مشكلتنا النهارده وقضيه مهمه جدا هنناقشها مع ضيفنا من العيار الثقيل الدكتور عطيه السيد المحاضر الدولي ورئيس قطاع ناشئين اف سي مصر. هنناقش قضيه الاختيارات بالنسبه للاعبين في الانديه، ايه المعايير اللي ممكن الناشئ النادي يختاره انه يلعب في صفوفه. اسمحوا لي هنروح للاخبار، معنا اخبار مهمه جدا. اشتباكات بالايدي والالفاظ بقطاع النشيد بنادي الزمالك تنتهي بالاقاله. قطاع النشيد بنادي الزمالك كان قد شهد الفتره الماضيه اعتداء تامر عبد الحميد المدير الفني للقطاع على سياد حنفي المدير الفني لفريق 2004 في مباراة مصر المقاصة، والتي انتهت بالثنائية نظيفة للزمالك. طبعا تدخل تامر عبد الحميد وحاول يملى شروطه على الكابتن سيد حنفي المدير الفني لفريق الزمالك 2004، لكن الأمور طبعا ما خدت شكل تاني وحصل اشتباكات، وتم على أثرها إقالة بعض الأجهزة زي الكابتن تامر عبد الحميد وخصم نصف شهر من راتب سيد حنفي. فتح مبروك يفضح مصطفى يونس: رفضنا نجله في الاختبارات ولا اهتم بتصريحاته لانه دائما ضد الاهلي. طبعا كلنا شفنا في السوشيال ميديا التصريحات اللي قالها الكابتن مصطفى يونس. طبعا انا ما اقدرش اقول هو قال ايه، يعني انا يعني حفاظا على الالفاظ. قال لك ان الاختيارات للاعب في النادي الاهلي بتتم بفلوس او اغراض اخرى. وانا كنت من امس مع بعض اعضاء مجلس الاداره وعرفت ان هو في قرار بشطب مصطفى يونس عضويته من النادي الاهلي. اسمحوا لي هنطلع تقرير عن مباراه انبي والمقاولون العرب 2006، وهنرجع نستقبل لاعب هنلقى عليه الضوء، اللاعب حازم عادل مواليد 2004 لاعب نادي المقاولين، وبعدها نستضيف نجمنا النهارده الدكتور عطية السيد. لسه بقول لسه بقول انس يا تامر يا انس يا تامر يا انس يا لعيب والمقاولين. الدفاع الثاني خطيره يوسف، لكن احمد محمود يردها مره ثانيه وتسديده في التعادل، وهدف التعادل لانبي، وهدف التعادل لفريق نادي انبي. من ملعب مقاولون العرب بعد انتهاء مباراة اليوم بين المقاولون العرب وانبي انتهت بالتعادل هدف مقابل هدف. ومعانا المدرب العام محمد جابر. برحب بحضرتك يا كابتن في برنامج صوت الناشئين للاعلامي محمد عبد الله. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ايه رايك في مباراة النهارده؟ والله الحمد لله كانت في مجملها مباراه كويسه بين فريقين كويسين، نادي انبي ونادي المقاولون العرب. فالحمد لله يعني طلعت بشكل كويس في مجمل الفنيات كلها كويسه، والحمد لله التوفيق عند ربنا. الحمد لله رب العالمين. ومعانا بعض اللعيبه من فرقه مقاولون العرب نتعرف عليهم. اسمك ايه؟ محمود الخطيب. ايه رايك في مباراه النهارده؟ والله احنا بنحمد ربنا ونشكره ونقول الحمد لله. طبعا الكباتن عاملين اللي عليهم بزياده والله، وتوفيق من عند ربنا، واحنا عملنا اللي علينا، وكان لعيبه رجاله في الملعب وقاتلوا، والحمد لله والنتيجه بتاعت ربنا. اسمك ايه؟ عبد الرحمن محمد ميسي. انت بقى عن المباراه النهارده؟ الحمد لله حلو، احنا ماشيين كويس، الكباتن بيعملوا كل اللي هم يعني كل التكتيك والحاجات دي والدفاع بيشتغلوا على كل حاجه يعني. ما بص ما فيش حاجه، مش ناقصين حاجه. اسمك ايه؟ عبد الرحمن تام. شايف ان انتوا النهارده عملتوا اللي عليكم ولا كان في تقصير منكم؟ لا عملنا اللي علينا الحمد لله النهارده، والمدربين ماشيين كويس واحنا ماشيين كويس،
وما حصلش توفيق النهارده في الماتش. معانا المدرب العام كابتن محمد محسن لفرقه مقاولون العرب. برحب بك يا كابتن في برنامج صوت الناشئين مع الاعلامي محمد عبد الله. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا زهرة. والله النهارده يعني الحمد لله على كل شيء، الولاد قدوا وعملوا اللي عليهم. ممكن التوفيق لو كان معانا بالشوط الثاني كان ممكن نجيب جون والثاني والثالث، بس الحمد لله على كل شيء. احنا برضو في الاول والاخر بنبص على حته الاداء برضو اللعيبه. ومعانا المدير الفني كابتن محمد عز. برحب بحضرتك يا كابتن في برنامج صوت الناشئين الاعلامي محمد عبد الله. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بالبرنامج، واهلا وسهلا بالاعلامي الكبير كابتن محمد عبد الله، واتشرفنا بيكم في نادي مدينة العرب النهارده. بس حابب تقول ايه عن ماتش النهارده رغم ان انبي بتمتلك عناصر قويه، كانت مباراه صعبه؟ لا والله الحمد لله، المباراه احنا اللي صعبناها على نفسنا. احنا الشوط الاولاني مضيعين جون وجبنا جون الحمد لله، ربنا رزقنا بجون. والشوط الثاني اول ما نزلنا انفرادتين وكره في العارضه ما استغلناهاش الفرص دي، فطبعا الكره طبعا بالكره في الزحمه الشاطئ دي خبطت في واحد وطلعت في البعيده جون. فبس طبعا احنا الاول وبفرق طبعا الاهداف، لاعبين خمس ماتشات دلوقتي بماتش انبي دوت كسبين اربعه ومتعادلين مع انبي واحد، وهم نفس الكلام بس احنا فرق اهدافنا اعلى شويه، فان شاء الله باذن الله. طبعا ده كان تقرير من مباراه انبي والمولى العرب 2006. بنشكر المراسله الزميله ساره حسن على التقرير الجميل ده، وانتهت نتيجته كانت بالتعادل 1-1. ورجعنا تاني لضيفنا لاعب مميز جدا، اللاعب حازم عادل. اهلا بك يا حازم. اهلا بك يا كابتن. ايه موضوع حازم عكوة ده؟ مين سماك لقبك بحازم عكوة؟ والله يا كابتن على ايام ما كنت بلعب في انبي فكنت برضه بحب اكل كده وكتير وكده، فاللي انا كنت بحب فهم سموني اسم الشهرة وكده حازم عكوة. اه بتحب العكاوي بقى. حازم انا عارف ان انت بتلعب في اكثر من مركز، باك رايت وهاف ليفت وبتلعب ديفندر، وبهنيك على هدف الفوز في مباراه الاسماعيلي بالاسماعيليه الاسبوع الماضي. يعني انا ما سالت عنك قالوا لي ان انت لاعب يعني بتمتاز بالثقه في الاداء وانت جاي مستقبلك جاي، يعني مين مثلك الاعلى كده في محليا وعالميا؟ والله محليا كابتن احمد فتحي، لان بيمتاز بالرجوله والقتال ويقدر يلعب في اكتر من مركز، بيلعب سيرد باك وبيلعب باك رايت وبيلعب ديفندر. وعالميا والله انا بحب مثلا بحب ارنولد باك رايت ليفربول. طبعا ده حاجه يا ريت نشوفك في المكانه الكبيره دي يا حازم. لكن انت شاركت في بطوله الصيد، كسبت بطوله الصيد الحمد لله، كسبت بطوله ريتش تارجت الدوليه في الامارات شاركت فيها، انت سافرت مع الفريق. يعني انت مر عليك مدربين كتير يا حازم، يعني مين كده ممكن نقول ان هو ساب فيك بصمه او مثلا هو اللي اكتشفك في المركز ده؟ والله يا كابتن زمان كنت بلعب سيد باك، فجت عليا فتره عشان طول وكده، ف اللي اكتشفني مثلا في مركز الباك رايت كابتن عبوده. طبعا له كل التقدير كابتن عبوده عبد القادر، يعني ماسك دلوقتي مشرف في الاكاديميات الخارجيه وتاريخ من صنعه تاريخ نادي المولى العرب. ومثلا حتى برضو فيها حته السرد باك دي كابتن امام محمدين برضو ليه كل فضل التقدير، والهاف رايت برضو دي كابتن الشيمي وكابتن طلعت هم اللي حط فيها مثلا ميزه الهاف دي، بنزل كنت بنزل اخلص الماتش وكده. لا انا انت بسم الله ما شاء الله عليك يا حازم، انت لعيب كويس، انا يعني متابعك، وانا يعني خدت عهد على نفسي في برنامج صوت الناشئين ان مش هجيب لاعب الا لما يكون كل مدربين مقتنعين بيه وعارفين ان هو لعيب مميز ولعيب بيشارك بشكل باستمرار. يمكن انت نزلت التغيير في الشوط الثاني في مباراه الاسماعيلي، يعني من اول لمسه زي ما بيقولوا يعني احتياطي كان اللي هو المؤثر في المباراه، رحت كده ووسيف لعبها لك من ناحيه الشمال حطيتها انت بوش رجلك كده ولا بطن رجلك؟ لا بطن رجلك. بطن رجلك. طب ليه انت يعني لما الكره جات لك ما حاولتش ليه توقفها؟ بص يا كابتن عشان انا كنت واقف مثلا زي قبل السكس يارد كده، قمت قاطع المدافع جه معايا قمت راجع، فالمدافع اندمج مع الكوره فالكوره اتلعبت قمت حاططها برجلي الشمال كده. انا شايف الهدف بتاعك يا حازم اهوت، يمكن لا يعني لكن انت لعيب كويس يا حازم،
وفعلا انا متنبأ لك. انا عن نفسي كراجل يعني في المجال الاعلامي عارف ان انت مستوى كويس. بترتاح لمين في الفرقه معاك؟ ممكن مثلا سيف، سيف احمد حسين، عبد الرحمن بهاء، عبد الرحمن، ياسين، ياسر، حازم، هاني، كلهم والله لعيبه. هاني كمال ده ولد راجل، لعيب مقاتل بحبه، لعيب راجل كده بيلعب مقتال. وممكن مثلا محمد سعيد، محمد سعيد، اكمل، لعيب راجل برضه. كلهم والله لعيبه رجاله والله. انت طب كابتشيمي بيمثل لك ايه الفتره ديت؟ يعني انا شايف كابتشيمي مهتم بيك الفتره ديت، يمكن حتى لما بيدفع بيك بتأدي في الشوط الثاني او اول تغيير بيعمله بتبقى انت. يعني هو دايما يقول لي ان حازم بيعمل معايا الفارق في المباراه. يعني انت انطباعك ايه عن كابتن شيمي كده؟ واضاف لك ايه الكابتن محمود شيمي؟ مع طبعا تحياتنا ليه، مدير فني محترم، واسمح لي احيي الجهاز بتاعك برضو، يعني كابتن محمود الشيمي والكابتن طلعت حسن والكابتن حازم فرج مدرب حراس المرمى، يعني كلهم يعني بسم الله ما شاء الله جهاز محترم، والكابتن رضوان مختار الجهاز بعنايه فائقه. يعني تتكلم عن كابتن شيمي، تتكلم تقول ايه يعني، اضاف لك ايه؟ والله كابتن شيمي اول موسم في الشغل بيشتغل بجد، ما بيهزرش، اللعيب الراجل المقاتل بيلعب، اللي بيستهتر بالتمرين بيقعده لحد مثلا لما بينزل مثلا حاجه جديد بيلعب بقتال، بيقعده في الملعب لحد بقى لازم اللعيب ده يلعب بقتال برجوله. هو ده رقم واحد عند كابتن الشيمي. بعد كده مثلا بيبص مثلا على انطباعات الالتزام هو ده اللي بيعمله على طول. انا سمعت في المعسكر الاسكندريه قبل بدايه الدوري، طبعا يعني ما اقدرش اتكلم عن نادي المقاولين الا لما اشيد واشكر بالمجهود اللي عامله والطفره الكبيره للكابتن محمد رضوان في قطاع ناشئين نادي المقاولين، من معسكرات لجميع الفرق الموسم ده قبل بدايه الدوري. يمكن 2004 كان له نصيب، في ان هو يسافر معسكر. وسمعت ان انت اديت كويس، لعبت ماتشين حرس الحدود وماتش اجياد، او ماتش الاجياد اسكندريه، اديت بشكل كويس. يعني حتى انا سالت كابتن شيمي قال لي حازم من اللعيبه الكويسه. انا ايه تجربتك في المعسكر؟ لان السن ده بيبقى صعب ان هو مثلا يروح معسكرات، وعارف انت بقى بنقول السن الصغير ده بيعمل مشاكل كتير. حسيت ايه في المعسكر والالتزام يعني احكي لنا كده عن معسكر اسكندريه قبل بدايه الدوري. حسيت ان في زي اهتمام من كابتن رضوان ومن كابتن الشيمي، اهتمام كبير جدا. يعني اول مثلا تاني مره تحصل معنا مثلا السنه دي بعد سفريه الامارات، يعني اهتموا بينا جدا. وحتى الاكل، نظام في الاكل، نظام في التمرين، كنا بنصحى بدري نتمرن، نروح ناخد شاور وكده. لا وانتوا معاكم اداري صعب، كابتن علاء سعد من اكتر الناس محترمين يعني، علاء يحب الالتزام يعني. بسم الله ما شاء الله. طبعا يعني طالما قلنا في الاداري يا حازم، اسمح لي طبعا اوجه الشكر للكابتن عبد الفتاح صالح المدير الاداري للقطاع. يعني الجندي، مش بقول المجهول، المعلوم في 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 قطاعات ناشئين مصر كلها، وصاحب طفره وتاريخ كبير. فانا من خلال برنامج صوت الناشئين بوجه له تحيه الكابتن عبد الفتاح صالح. اسال لي بقى، عايز اسالك بقى واروح لتجربه محمد صلاح. ايه رايك في تجربه محمد صلاح؟ والله هل ممكن تتكرر؟ هو في سنة صعوبه شويه عشان محمد صلاح عمل حاجه ما قدرتش حتى حد في مصر يقدر يعملها. لو مثلا احترف في وقت صغير من نادي لنادي من نادي لنادي، وبعديها بقى بيج ستار، بقى نجم كبير، بقى بيعمل حاجات يعني غريبه، بيجيب جون في احسن نادي في العالم، مترشح في الخمسه احسن خمسه في العالم لسنتين، وهداف الدوري الانجليزي مرتين. فده بيعمل حاجات كتير قوي. ما بيجيلكش حلم كده ان انت تكون يعني محمد صلاح؟ يعني انا حازم عادل، حازم عكوة، انا عارف انت بتحب لقب عكوة، حازم عكوة كده ما بيحلمش كده ان هو يعني يتخيل نفسه كده ان هو في الاجواء الاوروبيه ديت وفي الانديه ديت؟ والله يعني بيورد بيراودك الحلم ده يا حازم؟ والله يا كابتن ده حلم اي واحد، والله حلم اي لعيب كوره ان هو يوصل للتوب بتاع محمد صلاح، وصله والاعلى كمان. يعني كل واحد مثلا بيبقى له طموح، انا طموحي اعدي ان شاء الله محمد صلاح. يا رب يا حازم، انا نفسي حالك، ربنا يحالك احلامك طبعا ان شاء الله. لكن انا اعتقد تجربه محمد صلاح ده لما بيسالونا عنها دايما بقول دي تجربه ربانيه، يعني حاله ربانيه. لان صلاح عمل حاجات يعني محمد صلاح. وبعدين خلي بالك يعني هو التوفيق بتاع ربنا يعني هو مثلا زي ما سمعنا ان هو لا الزمالك مش عايزه، لا اراده ربنا سبحانه وتعالى. فانا دايما اقول دي حاله ربانيه.
حازم انت نفسك تتكلم على ايه؟ طموحاتك بقى في المستقبل؟ طبعا ان شاء الله يا كابتن ان انا انتظم السنه دي واعمل ان شاء الله موسم كويس واروح منتخب، وان شاء الله تعمل لي قعده في النادي والعب درجه اولى، وان شاء الله من المولين درجه الاولى على اوروبا ان شاء الله. لو جالك حاجه كده وطلعت درجه اولى يا حازم، جالك اهلي او زمالك او اي انديه، ممكن تفكر تسيب المولين، ولا انت المولين جواك لحد ما تروح تحترف خارجي تبطل كوره في نادي المولين العرب؟ لا لا والله يا كابتن ده يعني شرف كبير قوي لاي حد يلعب في نادي المولين، ده حلم كبير طبعا. ان شاء الله النادي المولين لاوروبا على طول ان شاء الله. حبيبي يا حازم شرفتنا، واتمنى لك كل التوفيق، ويا رب اشوفك لعيب كبير ومميز، لان انت فعلا مميز وتستاهل، وانا سعيد بيك في صوت الناشئين وشرفتني في صوت الناشئين. بشكرك ان انت شرفتنا النهارده. حبيبي يا كابتن، بس عايز اقول حاجه بس. اتفضل. احب بس اشكر والدي اللي هو تعب معايا طول الوقت من ساعه ما اتولدت لحد دلوقتي، وامي برضو بتتعب معايا، واخويا الكبير برضو ده لحد دلوقتي معايا لحد دلوقتي. دورهم وواجبهم نحو كل اب وكل ام ده واجبهم، وانا بشكر الاستاذ عادل برضو معاك، وبشكر ست والدتك، ست محترمه جدا، وبشكرك على تشريفك في صوت الناشئين. بنشكرك يا حازم. الله يخليك يا كابتن. نطلع التقرير دلوقتي 2005، ونرجع نستقبل ضيفنا العار الثقيل جدا الدكتور عطيه السيد. عن طريق اللاعب عبد الله خالد نبيل، ادهم نبيل هيستنى عبد الله، لكن ادهم نبيل يا ولد العيب عايز لف ودوران، لف ودوران دخل لجوه يلعبها على طول مره ثانيه لمصطفى محمود، يلعب سور باص حلو، كره للثاني الهدف الثاني والهدف ده. ايه ده يعني المقاولين ولا كانه السيتي النهارده بيلعبوا كره ممتازه جدا. مقاولين عرب مره ثانيه، وانتو حلو مره ثانيه، عايز يلعب الاوفر. ادهم نبيل يلعب الاوفر والعرضيه خطيره، واحمد مدحت والهدف الثالث. ادهم نبيل، ادهم على طول اللي عاجبني يلعب العب ليه، مهند عد والعرضيه ارضيه خطيره، ولكن الحارس على طول مره ثانيه والهدف الرابع. يوسف عايز يلعب الاوفر، والاوفر حلو خطيره مره ثانيه والهدف الخامس والهدف. الكابتن رامي سعيد مدرب العام لمقاولون العرب فرقه 2005، ببارك لحضرتك على الفوز النهارده. الله يبارك فيك. احنا كنا طبعا طالعين من مباراه قويه، ماتش الاهلي بهزيمه طبعا، فكنا لازم نعالج الامور الاسبوع ده على اساس ان احنا نطلعهم من اللي هم فيه، وقدروا الحمد لله ان هم النهارده يكسبوا بنتيجه كبيره، والحمد لله ان شاء الله. حابب تقول لهم ايه النهارده؟ اقول لهم طبعا ماتش خلص خلاص، ونفكر في اللي جاي. عندنا مباريات، عندنا الثلاث مباراه، عندنا الجمعه مباراه، خلاص نبدا ان شاء الله من بكره عندنا تمرين، نبدا نستعد للمباراه الثلاث ان شاء الله. مبارك لحضرتك على الفوز النهارده. شكرا. شكرا شكرا. المدير الفني الكابتن احمد النني، برحب بحضرتك في برنامج صوت الناشئين للاعلامي محمد عبد الله. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. قول لنا ايه رايك النهارده عن اداء اللعيبه؟ والله هو بالنسبه لنا اداء محزن جدا، النتيجه بالنسبه لي سيئه. طبعا احنا ترتيبنا في الجدول، انا الولاد معظم الولاد اللي عندي كلهم اهلي وطلائع الجيش، فطبعا هو سوء اداء مننا النهارده، ودي دي دي, دي كوره يعني، انا لازم اقبل النتيجه باي وضع، مفيش اي مشاكل خالص. طبعا المقاولين مهزوم من النادي الاهلي الماتش اللي فات 4-0، وانا برضو شايف النتيجه هي نفس الفارق يعني 4 اهداف، مفيش اي مشكله. احنا باذن الله ان شاء الله عندنا ماتش يوم الثلاث نركز. طبعا بنبارك لفريق نادي المولى العرب على الفوز الكبير ده، وكان معانا طبعا نجم كبير مدرب العام الكابتن رامي سعيد. اسمحوا لي ارجع لضيفي العزيز جدا الدكتور عطيه السيد، المحاضر الدولي ورئيس قطاع ناشئين نادي اف سي مصر. اهلا بك يا دكتور. اهلا بك يا استاذ محمد، وبشكرك على الدعوه الكريمه، وبشكر قناه الصحه والجمال على دعوتها ليا، واتمنى اكون ضيف خفيف على الساده المشاهدين ان شاء الله. يا رب يخليك، شرفتنا يا دكتور. الله يخليك. موضوعنا النهارده يا دكتور، يعني البعض بيتساءل فيه مشكله اختيار، ازاي اختيار الناشئ ان هو ينضم الفرقه في نادي اف سي مصر، ينضم المقاولين الزمالك، ايه المعايير اللي بتقاس على اساسها اختيار الناشئ؟ طبعا موضوع اختيار الناشئين او الانتقاء بصفه عامه، لو الاسم العلمي يعني بتاعه، دي اشكاليه كبرى مش في مصر، دي في الوطن العربي كله بالذات يعني،
او في دول العالم الثالث. الحقيقه طبعا في وقت من فتره من الفترات كان بتطفو على السطح مجموعه من الاراء والمعايير ان الكوره محتاجه اجسام قويه، الكوره محتاجه لياقه بدنيه عاليه. الحقيقه كل الكلام دوت افرز مشاكل كبيره جدا، وابتدت تتسرب الموهبه، وابتدى نحصد حصاد الاراء الخاطئه دي. الامور ما بتستقيمش الا لما بنرجع للعلم ودراسه التجارب السابقه، والعلم والتجارب السابقه بيقول ان افضل معايير تختار على اساسها هي معيار المهاره والذكاء. اهم معيارين تختار عليهم الناشئ، لان دي المعايير اللي بتتطلبها ممارسه لعبه كره القدم. انت النهارده يعني ميسي اعجوبه العالم وظاهره العالميه، ميسي جسمه ما هو عشان كده بقوله لو جه مصر كان بطل كوره. يعني ميسي لو انت اتكلمت على مقياس المقاييس الانثروبومتريه، ميسي ممكن لو انت اخترت على هذا المعيار مش هتختار ميسي، مش هتختار اكزافي، مش هتختار انيستا، مش هتختار ديبالا، كل دوت. فاذا بس ايه اللي خلى ميسي ويبقى الظاهره ديت؟ السكيلز، المهاره، الذكاء. اللعيب الكوره دلوقتي متطلبات الكوره الحديثه محتاجه ايه؟ محتاجه مهاره بشكل معين، عشان برضو في بعض الناس كانت فهمت المهاره ان انا اقعد اراوغ الناس واعطل الكوره. لا، مفهوم المهاره النهارده انك انت تستخدم المهاره في التوقيت المناسب وفي اللحظه المناسبه وللزميل المناسب في الاتجاه المناسب في التوقيت المناسب. الحاجات دي مهمه جدا. ده مش هيحصل الا لما اللعيب يشوف الموقف اللي قدامه ويحلله ويشوف اني افضل حل ليه. مهم جدا القدرات العقليه للاعب والذكاء بتترجم وبتدي للمهاره بوش ودفعه كبيره جدا، لان احنا شفنا مهارات فطريه بشكل كبير جدا بس ما تمش توظيفها بالشكل الجيد، اما لمشاكل تدريبيه او لافتقاد اللاعب للقرارات المهمه. كره القدم لعبه لحظات ذهنيه، انت في لحظه بتاخد قرار تصوب ولا تباصي ولا تشوط. لو ما قدرتش تفهم متطلبات كره القدم ايه، مش هتعرف تختار. النهارده اللي رايح يتجوز بيحدد متطلباته، انا عايز واحده محجبه، عايز واحده بتشتغل، عايز واحده متعلمه، عايز كذا كذا. اذا لما بتروح تشوف حاجه، لو شفت حاجه بره المتطلبات دي بتقول اوتسايد. ليه؟ انت عندك متطلبات للحياه بتاعتك. النهارده متطلبات لعب كره القدم ايه؟ مهارات، قدرة عالية جدا على اتخاذ القرارات، على تحليل المواقف، على التحول من دفاع لهجوم ومن هجوم لدفاع، اوكي، على اللعب تحت ضغط خصم، اللعب في مساحات ضيقة، كل الكلام ده متطلباته الأساسية مهارة وذكاء. ما احنا بنشوف مش معنى كده ان الجسم او المقاييس الانثروبومتريه ما لهاش قيمه، بالعكس. اما تشوف لعيب زي كريستيانو رونالدو، اما تشوف لعيبه ثانيه بيتمتعوا زي ابراهيموفيتش، لما بيتصاحب الموهبه مقاييس انثروبومتريه بشكل كبير جدا او اجسام كويسه جدا، ما فيش ما يمنع، الفضل زائد. لكن ان انا اوقف موهبه لمجرد ان هي جسمها ضئيل، وخاصه في مراحل البراعم احيانا بنشوف، كنت لسه هقول لك مدربين كتير يقول لك لعيب كويس بس جسمه صغير، ده لسه هو لسه ما مرش بمراحل. ما هو لو درس النمو العمريه عارف مراحل النمو وامتى بتحصل طفره النمو، لو درس الجينات الوراثيه للاب والام وجابهم وبص عليهم وعرف ان الولد ده هيمر بمراحل متعدده بيحصل له فيها تغيرات جسمانيه وتغيرات عقليه وتغيرات فسيولوجيه بتحصل للاعب، وان عمليه التدريب في البراعم والاختيار في البراعم بتحتاج نظره مستقبليه ومحتاجه دراسه كويسه جدا، وان المعيار الاساسي في هذا السن هو المهاره والذكاء، لان هم دولت اللي هتقدر تبني عليهم اي حاجه في كره القدم. لكن ان انت تختار لعيب يبقى انا مثلا جسم صغير ومختار وموهبه كبيره جدا وسايبه وجايب لعيب جسمه كبير جدا وما عندوش موهبه، اولا انت بتحصل ايه اللي بيحصل؟ بتستنفذ مجهود كبير جدا، بتضيع قدر كبير جدا من الاموال، لان ممكن اللعيب ده بعد كده بعد كل المشوار ده كله ما بيحصلش عمليه اقتصاديات التدريب اللي هي ايه؟ بتوفر المال والجهد والوقت. انت بتصرف فلوس على واحد وبعد كده ما بيطلعش هو ده الاختيار الاصح. ممكن لو كنت صبرت على الموهبه الثانيه الصغيره ديت كانت هتلاقي نتائج كبيره جدا. والدليل على كده يا استاذ محمد دراسه فرقه برشلونه. برشلونه في العصر الذهبي ليها كان ميسي، اكزافي، انيستا، مجموعه ماسكيرانو، ديفيد فيا، بيدرو، كلهم لكن اجسام صغيره جدا، لكن الكوره لعبه ذهنيه. مخك بيشتغل بشكل كبير جدا لان هم دول طوعوا الكوره وفقا لقراراتهم ومهاراتهم. الكوره اللعيب الذكي المهاري يبذل مجهود اقل،
يطلع انتاج اكبر. اللعيب مش انا مش ضد الاجسام الكبيره على فكره، لا طبعا، بس احنا بنقول ولكن انا بقول ان في جزئيه فعلا بتتكلم عن الذهنيه بالظبط والعقليه في الكوره تخليك تبذل مجهود اقل، تخليك تمتلك الكوره اكتر. مع جوده التدريب، مع المناخ والمتغيرات اللي حواليك، دي كلها مكملات لعمليه التدريب. لكن الكوره بتعتمد في الاساس على القدرات الفرديه للاعب، عشان كده احنا لا يمكن ان نغفلها. واحنا بنختار لابد ان انا ابص على المهاره بشكل كويس جدا، واشوف الـ 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 القرارات الموقفيه للاعب عامل ازاي، هو في موقف بيحله ازاي. أيوة. وهل ده افضل حل ولا في حلول تانية؟ ولما بيقابلوا مواقف تانية، يعني هديك مثال. طب. السنه دي واحنا بنختبر في نادي اف سي مصر، فانا كنت متعامل بنعمل تقسيمات وبحطت شويه كور جنبي. فبيجي مثلا الاعضاء اللجنه اللي واقفين، ما بوقفهمش كلهم جنبي، بوقف واحد هنا وواحد هنا، بحيث كلنا ندرك اللاعب ونبقى شديدين الملاحظه فيه. في بعض المواقف لما بيلفت نظري لاعب، بخلي الكور اللي جنبي دي بفاجئه بتصرف، يعني مثلا ايه، كوره هجمه مرتده، مثلا الكوره اتقطعت، بحاول ماسك الكوره، عاجبني مثلا سرد باك، حاطط الكوره للفيرود عشان اشوفه في موقف واحد ضد واحد هيتصرف ازاي. لعيب نص ملعب كويس، الكره اتقطعت او الهجمه اتقطعت، بديله باص في موقف صعب اشوفه هيحله ازاي. بشوف تصرفه وقدرته على تحليل الموقف واتخاذ القرار، لان لعيب كوره في الاساس مهاره، بيشوف موقف يحلله ياخد قرار، اتخذ قرار طبعا. لو القرار كل ده في عمليه ذهنيه سريعه جدا طبعًا. فهنا برضو ده بيبين لك قد ايه اللعيب اللي قدامك دوت مناسب لطبيعه اللعبه. لعبه الكره بقت لعبه سريعه جدا. امبارح اول امبارح بنتفرج على مانشستر سيتي وليفربول، انت قاعد على الكرسي يا استاذ محمد بتنهج. أيوه. هجمه هنا وهجمه هنا، مش وان سايد جيم. لما بتلاقي المنافسات زي متجانسه، بتلاقي الماتش هجمه وهجمه هجمه وهجمه. اللعيب الكوره اللي عايز يكمل في الكوره، لو ما عندوش صفات السرعه وما عندوش المتطلبات بتاعت قدره على تحليل الموقف واتخاذ القرار بسرعه وتطويع المهاره. شفنا احد اهم المميزات لمحمد صلاح فعلا. انه كمل في الكوره، اولا طبيعه شخصيته ومهارته العاليه، السرعه. العامل اللي فارق محمد صلاح عن كل المحترفين المصريين سرعة. هو عنصر السرعه. أيوة. لان ده بقى متطلب اساسي في كره القدم العالميه. أكيد. ولما تروح دوري زي الدوري الانجليزي او الدوري الايطالي، هتعرف ان السرعه عامل الحسم، لان اللعيبه كتير بتبقى يعني قريبه في المستويات الفنيه، لكن عامل السرعه عامل في مهم. في فوارق فرديه طبعًا تفرق طبعًا. ما هو انا شفت، انا رحت البرام عند اف سي مصر في نادي طلعت حرب. بسم الله ما شاء الله عندك برامج بتبشر بالخير، وانا بهنيك برضو على 2001 و99 في الجمهوريه، حاجه تفرح. وده اول سنه كمان طبعا. ان فرقه تلعب دوري ممتاز، بتواجه انديه كبيره، مقاولين، اهلي، زمالك، اسماعيلي. لكن انا شايف ان في شغل بيتعمل، يمكن حتى انا اتصلت بيك يوم ماتش 2001، واسمح لي نعزي اسره الكابتن حسن عبد الرحيم، يعني صاحب تاريخ نادي المقاولين العرب، ونجم كبير ونجم كبير من الجيل الذهبي يعني، وبعزي احمد بيه ابنه رئيس قطاع ناشئين اتحاد الشرطه. اتصلت بحضرتك، كنت انت في العزاء، شفت فرقه جميله جدا، شفت يعني اداء ونديه ضد فرقه كبيره زي نادي المقاولين العرب. يعني انا بهنيك على الوصول للمرحله ديت. تعال النقطه الثانيه يا دكتور، يمكن انت سمعت وكلنا سمعنا عبر السوشيال ميديا تصريح غريب قوي للكابتن مصطفى يونس، وانت سمعته، وانا مش حابب يعني اقول هو قال ايه. قال لك ان الاختيارات في نادي الاهلي او اختبارات الناشئين نادي الاهلي بتتم عن طريق الاعجاب بامهات ولاء الامور وهدايا وفلوس ومواضيع كده. يمكن انا في قرار، يمكن كنت قلت في اول الحلقه ان في قرار بيدرسه محمود الخطيب، كابتن محمود الخطيب مع اعضاء مجلس الاداره، بشطب عضويه كابتن مصطفى يونس. انت ايه رايك، ليه يقول كده؟ بس اولا طبعا القاعده الشرعيه بتقول البينة على من ادعى واليمين على من انكر. من يدعي شيء عليه اثباته. كابتن مصطفى يونس نجم كبير، كابتن النادي الاهلي، ما كان يجب ان يتم تناول، حتى لو هناك بعض التحفظات ومعاه ادله، ما كان يجب ان يتم تناول هذا الموضوع بهذا الشكل وبهذا الانفتاح. كابتن فتحي ان ده بيمس، ايوه طبعا، ان ده بيمس شريحه كبيره من المجتمع، وعدد كبير جدا من الابناء الناشئين. انت هنا بتطعن في اعراض، وبتطعن في شرف اولياء امور ومدربين، وبتتهم اتهامات يعاقب عليها القانون. لو اي حد رحل النائب العام رفع قضيه، هيحصل مشكله كبيره جدا للكابتن مصطفى يونس طبعًا. لان هنا الادعاءات دي محتاجه اثباتات، دي رقم واحد. رقم اتنين، انا النهارده قطاعات الناشئين في مصر كلها فيها مشاكل،
اوكي. لكن انا النهارده انا كنت بلعب في نادي الزمالك، لو انا شايف ان انا عندي تحفظ على بعض الحاجات في نادي الزمالك ما كان يجب ان انا اتناول هذا الموضوع بهذه الطريقه. انا شايف انها مش نصيحه، هي اشبه الى الفضيحه بالزبط. اشبه الى تصفيه الحسابات طبعًا. ولكن طبعا النادي الاهلي بكل قيمته وبكل كياسته اعتقد انه يقدر يرد على هذا الكلام، لاني مش برضو انا مش من الامور المستحبه ان احيانا النادي الاهلي كان بياخد اتجاهات الاتجاهات الصمت واتجاهات عدم الرد، مش في الموضوع ده، مش في المواضيع دي، المواضيع دي لازم يحصل رد لابد. لان حصل ان في انا شايف ان ده لو الموضوع ده حقيقي لازم النادي الاهلي ياخد اجراءات فاعله جدا ضد المتسبب في هذا الموضوع، ولا اما برفضه لا اما بعرضه على النيابه العامه. لو الموضوع ده مش صحيح يتم توجيه طبعا لازم رفع قضيه على طول. ليه؟ لان انت هنا انت بتحفظ قيمه كبيره جدا وهي قيمه المدرب في النادي الاهلي، وبتحفظ حاجه اهم وهي اعراض الامهات اللي موجودين النهارده. انت النهارده هتفتح باب كبير جدا وهي باب توجيه الاتهامات بدون دليل، وده أمر ما لا يستقيم مع الحياة. وديننا وأدياننا حذرت طبعًا من هذا الموضوع. أي حد، أنا أتمنى من الكابتن مصطفى يونس لو عندك تحفظات، في تحفظات كتيرة جدا في النادي الأهلي ممكن تقدر تتكلم عنها، تتكلم عن طريقة التدريب، تتكلم عن كذا كذا، كل الكلام ده نأخذ وندي فيه. لكن إن أنا أجي أرد على أمور محتاجة دليل وإثبات وتمس أعراض وشرف أمهات كتير، فضلايات موجودة، عندك دليل روح وديه لمجلس إدارة النادي الأهلي أو وديه للنائب العام طبعًا. لكن إن أنا أتناول الناس كده هوت، أرمي الناس بالباطل أو أرمي الناس بمجرد كلام مرسل، الكلام ده مش سهل. وما تمناش إن إحنا نتناوله بالإثباتات والمداخلات، لإن ده بيزيد النار اشتعال. هو في مداخلة النهاردة في مداخلة النهاردة شفتها أنا على اليوتيوب مع إعلامية كبيرة بيقول لا انا ما قلتش نادي الاهلي، انا قلت قطاعات الناشئين، اغلب قطاعات الناشئين ايا كان. وحتى برضو حد ما انا اسف يا استاذ محمد، حتى انك تلقي هذه التهم جزافا على قطاعات الناشئين، انت حولت المشكله من النادي الاهلي الى الكل. عندك اثبات دي امور ما يعني ما خصتش ده انت عممت، ده مشكله أمور اكبر، ده اكبر دي امور، دي امور تحتاج الى بينه ودليل عشان تثبت هذا الكلام. عندك روح النائب العام على طول، لان انت هنا بتحفظ المجتمع من امور ربما تصيب المجتمع بمشاكل اكبر بكتير. النادي الاهلي بقى لو هو متخيل ان علاج هذا الموضوع بشطب ادويه الكابتن مصطفى يونس ده يبقى حل ضعيف جدا اكيد، لان الموضوع اكبر بكتير من ان هو تعليق ادويه او شطب. ومش عشان موضوع ان الاهلي رفض نقله في اختبارات 2001 والكلام ده، الموضوع تحول من الشق الشخصي ان انا اشطب ادويه الاستاذ محمد عبد الله او اخلي عضو او اخلي ادويه عليه لا، الموضوع تخطى الموضوع ده، ده تخطى الموضوع لاعراض. المفروض هنا هو فتح تحقيق الذهاب للنائب العام وفتح تحقيق على طول. انا اتفق معاك، استدعاء الكابتن مصطفى يونس، تعالى يا كابتن مصطفى انا اتفق، انت بتقول ان اكس وواي وزد انت شايف كذا 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 كذا، ايه دليلك على كده؟ ما هو احنا النهارده مش ممكن نرمي الناس بالباطل، وخاصه انت مش بتقول لواحد انت دمك مش خفيف ده يعني لا، ده انت بترمي كبير ومات وسمعات وعرضها وده مشكله كبيره جدا ورشاوي. واذا كنت حبيت يا كابتن مصطفى ان انت تخرج من الموضوع فقلت انا كل فده مشكله أسوأ. اكبر واسوا انك انت بتهيل التراب على كل الناس الفضلايات طبعًا. اللي موجودين طبعًا. لو في طبعًا. حاله ولا اتنين ده لا يجب ان انا اعممها على كل الناس. قطاعات الناشئين فيها مشاكل، في مشاكل بس مش من النوعيه دي، في نوعيات من المشاكل لابد ان يكون طريقه المعالجه بتاعتها تتناسب مع طبيعه وخطوره المشكله. ان النهارده انا مش بتكلم في لعيب انا ابني ما بيلعبش او ابني اتأيد او لا، انت بتتكلم ان هناك شروط مجحفه، مش بس مجحفه، اختيار الناشئ بتتم وفقا لقواعد غير اخلاقيه غير شرعيه، غير من غير ما نتكلم بقى في تفاصيل ايه. الموضوع ده خرج لمنحى تاني خالص. انت النهارده مش بتتكلم على نادي صغير، حتى لو نادي صغير، بتتكلم على النادي الاهلي، النادي اللي هو فتح لك الباب. وانا مش ضد كابتن مصطفى، ضد اللي بيقوله، ومش ضد الغلط، ومش ضد ان هو ينتقد، لكن انا ضد طريقه المعالجه بالظبط، لان الموقف بقى اتاخد بشكل شخصي. لان انا اتمنى من الكابتن مصطفى يونس يطلع بيان، اما ان هو يتم اعتذار عن كل ما قيل طبعا، او عنده ادله يروح على النائب العام. النادي طبعا. الاهلي لو تخيل ان معالجه الموضوع تتم بشطب عضويته يبقى انت شخصنت الموضوع وما عالجتش سبب المشكله، ما شفتش سبب الداء ايه. ربما يكون هذا الكلام موجود، مين اللي يثبته؟ النائب العام هو اللي يقرر في الموضوع. تمام. عندنا قضاء عادل هو اللي يدلو طبعا. واحنا في انتظار قرارات مجلس اداره النادي الاهلي. اسمح لي دكتور نطلع لفاصل تقرير عن مباراه المقاولين
والاهلي 2001 واللي انتهت بفوز المقاولين امس 2-1. ملعب المقاولون العرب وبعد انتهاء مباراة نادي المقاولون العرب والنادي الأهلي بفوز المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف في بطولة الجمهورية مواليد 2001. ومعانا المدير الفني الكابتن عبد العزيز مصطفى، بنرحب بحضرتك في برنامج صوت الناشئين مع الإعلام محمد عبد الله. أهلا وسهلا بكم، مبسوط إن أنا في البرنامج دوت، برنامج ما شاء الله حاجة تفرح، اتفرجنا عليه حلقتين وربنا يكرمكم إن شاء الله. بنبارك لحضرتك على الفوز المهم النهارده قدام فرقه كبيره وفرقه قويه زي النادي الاهلي. الحمد لله، هو مش الاهلي بس اللي فريق قوي، احنا عندنا في الدوري دوت حوالي 8 فرق، الفرق بينهم بونت او بونتين، اللي يكسب بيبقى اول واللي يخسر يبقى ثامن، فالبطوله قويه جدا جدا. الحمد لله الاولاد النهارده عملوا ماتش كويس قوي وفازوا بعد ما كنا خسرانين 1-0. الحمد لله قدرنا نتحكم في سير المباراه الشوط الثاني، بالذات الشوط الثاني، ولعبنا كره كويسه والحمد لله كل جهودنا بالنجاح وفوز 2-1. الكابتن حريدي مدرب الحراس للنادي المقاولون العرب، برحب بحضرتك يا كابتن في برنامج صوت الناشئين مع الاعلامي محمد عبد الله. اهلا وسهلا بحضرتك، شرفتونا ونورتونا والشكو حلو علينا قوي بصراحه. يعني بنبارك لحضرتك على الفوز الكبير النهارده، اكيد فوز مهم يعني قدام نادي الاهلي فرقه كبيره. طبعا فوز على النادي الاهلي ليه طابع خاص، يعني كل المباريات طبعا عندنا مهمه جدا عشان احنا بنلعب على مركز وان شاء الله باذن الله منافسين بقوه على البطوله، ولكن فوز على النادي الاهلي طبعا يعني ليه مكسب تاني خالص، والحمد لله رب العالمين على الاداء والنتيجه. واللعيبه كانت رجاله جدا النهارده، وحارس المرمى سيحه كان ما شاء الله، رغم ان هو اخذ اصابه قويه في جنبه ولكن تحامل على نفسه برجوله وصمم باصراره ان هو يكمل المباراه، والحمد لله انا راضي على ادائه تماما النهارده. انا الكابتن محمد سيحة حارس المرمى لنادي المقاولون العرب، برحب بحضرتك. اهلا وسهلا بيك يا حسام، ايه رايك في ادائك النهارده؟ والله العظيم احنا يعني على قد ما قدرت يعني طلعت اللي عندي، رغم ان انا في اول 25 دقيقه خدت اصابه في جنبي ودي خلتني انا واقف في الجون، انا الجون الاولاني يعتبر انا برضك سبب من الاسباب فيه، لان انا يعني خلاص انا جنبي في كدن. ومعانا بعض اللعيبه من نادي المقاولون العرب، بنرحب بيكم وبنبارك لكم على الفوز المهم النهارده قدام فرقه كبيره زي النادي الاهلي. بسم الله الرحمن الرحيم، احنا كنا نازلين مركزين من الاول، احنا محتاجين الثلاثة بونت، النادي الاهلي تحتنا باتنين بونت، فاحنا محتاجين نبعده عننا. النادي الاهلي تيم كويس ومحترم، كنا احنا محتاجين المكسب على ارضنا، ما ينفعش واجي ياخد حاجه، ده بيتنا، ما ينفعش واجي ياخد حاجه من بيتنا ويمشي، ده كلام كابتن زيزو لينا. ونازلين ده شغل الاسبوع كامل، احنا تعبنا في الاسبوع ده، بنأهل نفسنا للماتش ده، الحمد لله خدنا الثلاثة بونت والحمد لله. ايه رايك في ادائك النهارده؟ الحمد لله الشوط الاول كنا ما كناش في حالتنا، الشوط الثاني كابتن زيزو اتكلم معانا في الاوضه، والشوط الثاني نزلنا والحمد لله قدرنا نجيب التعادل. طبعا بنهني الكابتن عبد العزيز مصطفى المدير الفني الكابتن زيزو على المباراه وفوز كبير على نادي الاهلي. دكتور عطيه، تعال نروح بقى لدوري جمهوريه مواليد 99، نبتدي بالجداول كده. انا هقول لحضرتك النتائج وانت قول الترتيب. ما عندك 99، طلع الجيش والجونه 1-1، طبعا ده الجوله ال 11. بيراميدز 2 الانتاج الحربي 1، المقاولين 3 طنطا 0، مصر المقاصه 0-0 مع اف سي مصر، الاسماعيلي 2-2 مع الاهلي، اسوان 1-1 مع وادي دجله، حرس الحدود 3 الزمالك 0، انبي 2 الاتحاد السكندري 2، سموحة ومصري باي. هنقول بقى الترتيب بتاع 99. 99 النادي الاهلي بيتصدر هذه المسابقه، لعب 11 مباراه،
فاز في 8 تعادل في 3 ما اتهزمش خالص، ليه 32 هدف عليه 12 الفرق 20، بيتصدر ب 27 نقطة. نادي بيراميدز المركز الثاني ب 11 ب 7 فوز 3 تعادل هزيمة واحدة 25 هدف عليه 12 الفرق 13 24. الإسماعيلي المركز الثالث 22 نقطة، اف سي مصر المركز الرابع 17، أسوان 16 المركز الخامس، الزمالك المركز السادس 16، طلائع الجيش المركز السابع 15، والإنتاج الحربي المركز الثامن 15، التاسع حرس الحدود 14 بونت، بعد كده المركز العاشر نادي إنبي 14 بونت، ال11 وادي دجلة، ال12 مصر المقصة، 13 سموحة، 14 المقاولين العرب، 15 الجونة، 16 الاتحاد ب7 بونت، المصري 17 ب7 بونت، الأخير طنطا 18 ب3 بونت. نروح لدوري مواليد 2001، مصر المقصة وادي دجلة 1-1، حرس الحدود والجونة 1-0 للجونة، إنبي والإنتاج الحربي 2-2، كانت مباراة هايلة جدا إنبي والإنتاج الحربي شفتها، طلائع الجيش 1-1 مع طنطا، بيراميدز مع إف سي مصر، بيراميدز كسب 1-0، المول العرب 2-1 على الأهلي، سموحة 1-1 مع الاتحاد السكندري، الزمالك 4 المصري 1. الحقيقة برضو المسابقة دي بيتصدرها نادي الزمالك، هما بيتقاسموا، الأهلي متصدر المسابقة بتاعة 99 والزمالك متصدر مسابقة 8 اللي هي 2001، ودي أول تصدر للزمالك لهذه المسابقة. أنا بحيي الزمالك لأنه أول ماتش في الدوري ليه كان معانا مع إف سي مصر، اتغلب 1-0 قدر يعمل كامباك. أحيي كابتن أمير عبد العزيز المدير الفني للفريق، والحقيقة برضو عايز أحيي نادي إنبي، النادي إنبي ماشي كويس يعني متصدر الدوري الست سبع ماتشات اللي فاتت، ولكن تعادله مع الاتحاد أتاح للزمالك إن هو يتبوأ الصدارة. فرق بونت، هو المنافسة شديدة جداً. الزمالك 28، إنبي 27، المقاولين 26، الإنتاج 22، مصر المقصة 22، الأهلي 21، بطل الدوري السنة اللي فاتت في المركز السادس. أيوه طبعًا. ده كان تتخيل هذا. بيراميدز 21، سموحة 18، وادي دجلة 16، إف سي مصر 16، حرس الحدود 14، طلائع الجيش 12، الاتحاد السكندري 10، طنطا 9، المصري 8، الإسماعيلي 7، الجونة 6 نقاط فقط. انا عايز برضو في هذا الجدول انوه ان برضو النادي الاهلي عشان يكون الاحقاق على الحق، النادي الاهلي عند الفريق بتاعه اللي فاز بالدوري السنه اللي فاتت بفارق حوالي 30 بونت عن المركز الثاني، يعاني من اصابات 11 لاعب، اصابات جسيمه، منهم الشرايح ومنهم الغضروف ومنهم الكسور، فعشان بس وده برضو لا نخفي تقديرنا لنادي المقاولين على فوزه والنتائج اللي عاملها كابتن عبد العزيز عبد الشافي واللي عاملها كابتن طارق عبد الله عبد العزيز مصطفى زيزو كان نجم كبير كابتن نادي المقاولين، والكابتن طارق عبد الله الحقيقه برضو في نادي انبي الفريق ده كان مفنش السنه اللي فاتت منتصف الجدول الحقيقه، السنه دي عامل نتائج رائعه خبره طارق عبد الله خبره طبعا، هو وكابتن طارق ابو ضيف مجموعه اللي موجوده كلها وشريف عمر هايله يعني. فاللي انا بس عايز اتوقف برضه عنده مركز النادي الاسماعيلي والنادي المصري لا يتناسب تماما مع قلعه الدراويش وقيمه النادي المصري، يعني لا تتخيل ان الاسماعيلي ثروته الحقيقيه هي الناشئين لما يكون مع الكابتن مركز ال 16 طارق زين شغال بشكل كويس قوي. ايوه بس لازم تعرف يا استاذ محمد في حاجه مهمه، اللائحه بتاعه المسابقات اتغيرت السنه دي. أيوة. يعني ما بقتش انك بتلعب في الدوري الممتاز الفريق الاول هيفضل فرقك في الدوري الممتاز، السنه دي لو استمر الاسماعيلي والمصري والجونه على هذه المراكز هينزلوا درجه ثانيه، يعني السنه الجايه مش هيلعبوا جمهوريه. بالظبط. فرساله للمهندس ابراهيم عثمان والكابتن طارق زين شوية. لابد ان هم يوعوا ان تغيير المسابقات ربما يلقي بظلاله على فرق قطاع الناشئين، تلاقي نفسك بتلعب قطاعات او منطقه ما بتلعبش جمهوريه. صح. ودي حاجه خطر جدا بالنسبه للناشئين. يعني نتمنى لهم كل التوفيق. طبعا طبعا. دوري مواليد 2003، طلائع الجيش والجونه 1-1، بيراميدز 2، الانتاج الحربي 1، المقاولين والعرب وطنطا كانت مفاجاه 0-0، مصر المقصه مع اف سي مصر، الاسماعيلي 3-3، الاهلي تعادل الاسماعيلي والاهلي 3-3، اسوان وادي دجله، حرس الحدود 1، الزمالك 2، انبي 5، الاتحاد السكندري 0، سموحة والمصر، المصر بيشاركش في البطولة. الترتيب يا دكتور عطية، ترتيب في مسابقة 2003 بيتصدر مسابقة نادي إنبي، أعتقد نادي إنبي
دي السنه الثانيه على التوالي اللي بياخد فيها بطوله الدوري، والسنه دي السنه الثالثه اللي بيتصدر فيها المسابقه من اول يوم. لم يخسر الا مباراه واحده كانت مع الزمالك من المباراه اللي قبل ديت على طول فعلا. ودي كانت قرصه ودن لان اللعيبه كانت محققه 9 فوز متتالي. اعتقد الفريق اتحسن. غريب عامل فريق لا هو معاه مجموعه كمان مميزه جدا. نادي انبي وكابتن امام محمدين وكابتن صلاح مسالح الحقيقه من بقالهم 7-8 سنين في الفرقه دي بتمتلك هذه الفرقه نخبة من المواهب، أحمد ميسي وأحمد نادر وسالم ومحمد عماد ومحمد أيمن ومحمد حمدي، مجموعة من الأولاد مميزين جدا 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 فعلا. أنا يمكن قمت بتدريبهم من فترة طويلة، ولكن المجموعة دي أعتقد أنها مستقبل الكرة في قطاع الناشئين. وأغلبهم عمل عقود مع جدا كابتن إمام، طبعا معلم في الحاجات دي ما يسيبش الأمور يعني، وخاصة أن مجموعة العين بقت عليها طبعا. نادي إنبي بيتصدر المسابقة يليه نادي الزمالك 22. هناخد أربع فرق بس من الأول. عشان الأهلي في المركز الثالث 20 بونت، وادي دجله في المركز الرابع 17 بونت. بقيه المراكز بقى من بيراميدز لغايه اخر واحد اسوان من يتصدرهم من الرابع الى ال 16. تمام. 2004 الجوله التاسعه حرس الحدود والاهلي 0-0، سموحه وبيراميدز 3-2 سموحه، انبي 2-0 طنطا، الجونه 1 وادي دجله 1، الزمالك 2 مصر المقاصه 0، الاسماعيلي 1، المقاولين 3. الترتيب بيتصدر المسابقه دي نادي الزمالك، كابتن سيد حنفي عامل شغل كويس جدا جدا وبيتصدر المسابقه وقدر يوسع الفارق اللي بقى 4 نقاط، ويليه نادي المقاولين ثم النادي الاهلي، والفوارق مش كبيره يعني 23-19-18، نادي انبي في المركز الرابع 15. المسابقه دي كان فيها اول جهاز فني يتم تغييره في نادي انبي، وتولى الكابتن عماد جابر. ومعاه الكابتن عبد الفتاح عباس. خلفاً الكابتن عبد الفتاح، وده لا يقلل منه طبعا الكابتن عبد الفتاح. طبعا قيمه كبيره. لكن مسك الكابتن عماد جابر والكابتن علي يحيى وكسبوا ماتشين الحقيقه من ساعه ما مسكوا في طفره في الاداء في النتائج. هنروح دكتور عطيه اسمح لي التقرير 99 معانا، تقرير 99 مقاولين وطنطا، نروح للتقرير. من ملعب نادي المقاولون العرب، والتي انتهت مباراة المقاولون العرب ونادي طنطا بفوز المقاولون العرب ب3 أهداف مقابل لا شيء. يمكن الحقيقة الأسبوع ده كنا مركزين قوي في التمرين عشان وضعنا ما يليقش لا بينا ولا بنادي المقاولون العرب، يعني وضع الفريق وترتيبه في جدول الدوري، فكان في تركيز زياده شويه، وبعدين كان لازم اللعيبه دي تاخد فرصتها، وخصوصا اللي بيمشي كويس وبيقدم التمرين كويس وملتزم ومنتظم اكيد بياخد فرصته. فالثلاثه اللي انت قلت عليهم حضرتك دول التزموا الاسبوع ده واتمرنوا كويس، ف يعني شاركوا الحمد لله باداء كويس، بجانب ان احنا يمكن ظروفنا يمكن 6 لعيبه وللاسف الاصابات بتاعتهم يعني خارجه عن حدود الملعب، يعني حد ماشي كعبل ركبته مش عارف ايه كده، في 6 لعيبه اصابات كده غريبه يعني. فالحمد لله اللي موجودين، واحنا معانا مجموعه كبيره من 2002 من 2001 كانوا مشاركين معانا النهارده، وفيهم ناس لعبت، والماتشات اللي فاتت كلها كان معانا لعيبه كتيره من 2002 وكده، فده احنا بنعمل للنادي يعني بصرف النظر عن النتائج وكده. ومعانا بعض اللعيبه من نادي المقاولون العرب، برحب بيك، اسمك ايه؟ فضل اوزو. بنبارك لحضرتك النهارده على الفوز في المباراه. ربنا يخليك، طبعا كان ماتش صعب والحمد لله 3 نقط يعني من بدري كنا محتاجينها، فالحمد لله يعني ربنا كرمنا، وان شاء الله الفتره الجايه يبقى مكسب على طول ان شاء الله. اسمك ايه؟ سيف شيمي. ايه رايك في ادائك النهارده؟ النهارده يعني كنا بنمر فتره صعبه اساسا كفرقه كلنا، ويعني عدم فيش مكسب خالص، اول مكسب من فتره، نتمنى يعني تكون دي فتحه خير ونكون الماتشات اللي جايه كلها 3 بونت يعني. تعرف عليك؟ محمد جمال. ايه رايك في ادائك النهارده؟ الحمد لله النهارده قدرنا نحقق فوز يعني كان مهم جدا، بقالنا كتير ما كسبناش، فالحمد لله ان ربنا كرمنا النهارده، وان شاء الله اللي جاي يبقى احسن يعني باذن الله. مبروك على المكسب النهارده. شكرا. اسمك ايه؟ محمد حمدي. بنبارك النهارده على الفوز وانت صاحب الهدف، ايه رايك في ادائك النهارده؟ والله الحمد لله على كل حال، كنا مارين بفتره وحشه الفتره الاخيره، ما كانش فيه مكسب، اول ماتش بس هو اللي كسبنا فيه يعني، فبعد 9 ماتشات كسبنا الماتش ده، طبعا 3 بنات غاليين علينا يعني عشان بقالنا مده ما كسبناش، الحمد لله على كل حال يعني. صفا ياسر.
مبروك لك على الفوز النهارده وانت صاحب الهدف، ايه رايك في ادائك؟ الحمد لله احنا بقالنا فتره بنمر بمرحله صعبه والحمد لله كنت شنا اداري الفريق لنادي المقاولون العرب. بنرحب بحضرتك في برنامج صوت الناشئين للاعلامي محمد عبد الله. اهلا وسهلا بحضرتك، بنرحب بيكم في نادي المقاولون العرب، والحمد لله النهارده وشكو حلو وربنا كرمنا وكسبنا بعد سلسله من المباريات. طبعا بنحيي الكابتن مجدي مصطفى على الفوز وجهازه الفني. في طبعا بعض الاخطاء انا شفتها لازم نبقى صراحه معاكم، الاسماء بيتكتب عليها اسماء تانية خالص، اللي كان الاخير ده الكابتن هاني عدلي اداري فريق 99 مش محمد محسن. اتمنى ان احنا نصحح الاسامي بعد كده. اسمحوا لي في نهايه حلقه بشكر الدكتور عطيه اللي منورني ومشرفني النهارده، وانا اخدت عهد على نفسي يا دكتور ان اقل تقدير لحضرتك او القامات اللي بتجيلي بيكون في درع اهداء من برنامج صوت الناشئين. برنامجي لحضرتك وكل المحترمين القامات الكبيره، فاسمح لي اهدي لك الدرع. شكرا يا شرفتنا يا دكتور. الله يخليك يا حبيبي. والدرع عشان الصور التذكاريه اللي بناخدها. فانا بشكر الدكتور عطيه المحاضر الكبير الدولي، واسمحوا لي ان شاء الله هنلتقي مع بعض الثلاثاء القادم في تمام الساعه 10 من كل اسبوع وصوت الناشئين. اتمنى ان احنا نكون اسعدناكم وتكون ما نكونش تقال على قلبكم. كل سنه وانتم طيبين، بشكركم، شكرا.